تسجيل هزة أرضية قوية وسط النمسا بقوة 4.4 درجات. تراجع التضخم في النمسا إلى 4.5% لأول مرة منذ سنتين. النمسا تسجل ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات البطالة. حزب الحرية يدعو لمنح جنسية مؤقتة للاجئين بعد 10 سنوات. شجار جماعي بين لاجئين من بيئة المخدرات يوقع قتيلاً صومالياً. واعتقال كرواتي ونمساوي بعد العثور على جثة شاب في شقة. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة منطقة جلوبنيتس في النمسا السفلى ليلة الخميس، مع اهتزازات قوية تعتبر الأكثر قوة في المنطقة في السنوات الأخيرة. وتلقت السلطات حوالي 3000 تقرير حتى صباح اليوم، إضافة لتسجيل أضرار في أكثر من 130 حالة اقتصرت على تشققات في الجدران وسقوط بعض الأغراض في المنازل، ولم يتم استدعاء الطوارئ في أي حالة. ووصف السكان الاهتزازات بأنها كثيفة ومرعبة، حيث شعر بها بعض من سكان فيينا وبورغنلاند. أشارت البيانات الأولية للإحصاءات النمساوية إلى انخفاض كبير في معدل التضخم بداية العام، حيث يتوقع أن تكون النسبة لشهر يناير حوالي 4.5%. وانخفضت النسبة إلى 5.6% في ديسمبر الماضي، ويرجع الانخفاض إلى تراجع أسعار الطاقة خاصة الكهرباء. وأوضح المدير العام للإحصاءات النمساوية توبياس توماس أن الأسعار لم ترتفع بشكل قوي في مجالات أخرى، فيما أشار وزير المالية ماغنوس برونا إلى انخفاض معدلات التضخم بنسبة أقل من النصف منذ ذروة الارتفاع في العام الماضي، متوقعا استمرار التراجع. ارتفع عدد العاطلين عن العمل في النمسا بنسبة 8% نهاية يناير مقارنة بالعام السابق، بإجمالي تجاوز 421,000 شخص. وشهدت ولايات النمسا العليا وشتايرمارك وفورالبرغ الزيادة الأكبر، وأشار وزير العمل والاقتصاد مارتن كوخا إلى أن زيادة أعداد العاطلين تعود إلى ضعف المفاعيل الاقتصادية مقارنة بالعام السابق. وتأثرت القطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية بشكل كبير، وفي نفس الوقت تراجعت الوظائف المتاحة بنسبة 19%. طرح رئيس حزب الحرية في النمسا العليا مانفريد هاينبوخنا فكرة الجنسية التجريبية للاجئين مع فترة تجريبية تستمر ل10 سنوات، وتشمل الفكرة إمكانية سحبها في حالة انتهاك أحكام جنائية أو مخالفات إدارية مستمرة، وأن تكون مستحقة بعد 10 سنوات للاجئين وليس 6 سنوات فقط. واشترط هاينبوخنا أيضا سحب اللجوء والجنسية في حالات التلاعب أو زيارة الوطن، مبررا ذلك بسبب تعقيدات التواصل مع الدول الأصلية لطالبي اللجوء. عثرت الشرطة النمساوية على جثة شاب صومالي تم طعنه في سالسبورغ، وذلك أثناء وقوع شجار جماعي بين 15 شخصا معظمهم من سوريا. وتحرك العشرات مع أفراد الشرطة بسبب جريمة عنف إلى حديقة لينا المعروفة باسم منطقة المخدرات في سالسبورغ، وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى واعتقال 3 آخرين. وقد تم العثور على رجل صومالي مطعون بسكين قريبا من منطقة الشجار، وتوفي لاحقا في المستشفى. وتحقق الشرطة فيما إذا كانت الحوادث مرتبطة ببعضها. لقي رجل يبلغ من العمر 30 عاما حتفه في إحدى شقق كلاجنفورت ليلة الخميس بعد نزاع دار بين 3 أشخاص. وقامت شاهدة بإبلاغ الشرطة بعد سماعها صراخا عنيفا ثم حدوث هدوء مفاجئ بشقتها المجاورة. واكتشفت الشرطة الرجل ميتا في الشقة، وتم اعتقال رجلين بعمر 20 عاما، أحدهما نمساوي والآخر كرواتي، وذلك بعد عملية بحث فورية. ويجري التحقيق في احتمالية ارتباطهم بالجريمة، فيما يقوم خبراء الأدلة بفحص مكان الحادث بالتعاون مع النيابة العامة في كلاجنفورت. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.